تقول فضيلة الشيخ بأنها فتاة تبلغ من العمر 26، لم تتزوج بعد، تقول لأنني أنتظر مجيء شاب ملتزم ولو يكبرني بالعمر قليلا، إلا أنه لم يأتي لخطبتي إلا شاب مفرط أو رجل ملتزم ولكنه كبير في السن وفارق كبير، فأرشدوني ماذا أفعل فضيلة الشيخ محمد؟ هل أتزوج شاب مفرط لعل الله يهديه، أم أتزوج رجل ملتزم ولو كان كبير في السن؟ أفيدوني بالأصح مع الدعاء لي بأن يرزقني الله زوج صالح يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأختكم في الله غادة من المدينة المنورة. الذي أرى أنه إذا كان الخطاب عليها كثيرين وهو خلاف ما ذكر في السؤال، هل تصبر وعمر لم يفت كثيرا، وأما إذا كان الخطاب عليها قليلين كما هو سؤالها فأرى أن تتزوج الرجل الكبير صاحب الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، فجعل المدار على الدين والخلق. وأما الشاب الذي ليس على الوشم المرضي في دينه فلا أرى أن تتزوج به ما دام قد خطبها من هو كفء في دينه وخلقه. وكثير من الناس من النساء وأولياء أمورهن يغرهم الأمل في تزويج من هو ضعيف في دينه، فيقول لعل الله، فيقولون لعل الله يهديه إذا تزوج، ولكن هذا الأمل ضعيف ضعيف ضعيف. والإنسان غير مخاطب بما يستقبل لأنه لا علم له به، الإنسان مخاطب بما هو بينه حاضر ومنظور، فإذا كان هذا الرجل خاطب ليس مستقيما في دينه كيف يزوج على أمل أن يهديه الله؟ ربما يبقى على ضلاله ويضل هذه المرأة الصالحة، لأن الرجل له الكلمة على زوجته، أو لا يضرها ولا تنفعه هي، فيبقيان في مشاكل دائما. ونسأل الله الهداية للجميع. ثم إني أحث أولياء الأمور والنساء على عدم التعجل في القبول، بل يصبرون حتى يبحثوا عن الخاطب من جميع الجوانب، وذلك لأن الوقت الحاضر ضعف فيه أداء الأمانة، لا بالنسبة للزوج الذي يخفي كثيرا من حاله، ولا بالنسبة لمن يسألون عن الزوج، فإن بعض الناس تغلبهم العاطفة فلا يتكلمون بالحق الذي يعلمونه من حال الزوج، فالتريث خير من التعجل، وإذا قدر أن نقبل بعد أسبوع فلنؤخر أسبوعا آخر. كما أحث أيضا الأولياء والبنات على قبول من يعلم فيه الخير والصلاح في دينه وخلقه بدون النظر إلى أمور أخرى، لأن المدار كله على الخلق والدين، فمتى كان خاطب ذا خلق ودين فإن قبول خطبته خير وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون في ذلك جمع بين مصلحتين، الخير العاجل للمرأة وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.